هذا واش كان ديال صناك المقرمش من بعد ما طب ما شاء الله. الشكل ديالهم في المقرمش رائع جدا، كيتكسروا فقط الشكل ما شاء الله. هذا هو التقدير النهائي، طريفات مقرمشين رائعين جدا، مغذي وصحي ما شاء الله. اللي بغى يكون يشد ليه مزيان يتقطع، ممكن إضافة زنجلان مطحون أو شوفان مطحون. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد سناك أو مقرمشات بهاد البذور اللي فيهم بذور اليقطين أو زريعة ديال القرا. عندي هنايا زريعة الكتان، بذور الكتان، الزنجلان، أو بذور نوار الشمس، مقشرة. المهم تبعو معايا الطريقة، يعني واحد سناك زوين شفتو في مواقع التواصل عجبني بزاف، يعني فكرة سهلة وجميله جدا. دائما الناس اللي عندهم مشاكل مع، يعني اللي عندهم مشاكل صحيه ولا كيتبعوا حميه غذائيه، واللي عندهم حساسيه الجلوتين، اللي عندهم سيلياك، مرضى السكري، والناس اللي عندهم السمنه كيبغيو ينقصوا الوزن ديالهم، هاد الوصفات افكار جميله وسهله التحضير. كنتمنى تعجبكم. غادي نبدا اول حاجه، غادي ناخذ هذا الاناء، غادي ناخذ هذا الكاس، هذا هو اللي غادي نقيس به المقادير. كناخد هذا الكاس، المعيار هذا ندير فيه تقريبا كاس ديال زريعة الكتان، و المهم تقريبا باقي شوية هاد الكاس. هذا المعيار، هذا هو اللي نقيس بيه هاد المقادير كلهم. تقريبا كاس غادي نزيد ليه الماء، يكون غليان ما غليان. كنضيف هاد الكاس، يعني نفس المقدار ديال زريعة الكتان، نفس المقدار ديال الماء، يكون الماء يكون غليان. كنضيفو وكنحركهم، كنضيف شويه ديال الملحة، غير شويه، كنحرك هاد زريعة الكتان، كنخليها تقريبا واحد 10 دقايق. تحرك مزيان كتطلق داك الجيل ديالها. كما كتعرفوا زريعة الكتان غنية جدا بالزيوت الصحية والألياف رائعة. كنخليها 10 دقايق، من بعد نكمل معاكم الطريقة إن شاء الله. من بعد ما تسنينا 10 دقايق ولا شكل على بحال هكا، شربت داك الماء كامل. دابا غادي نضيف نص كاس ديال الزنجلان، نص كاس، وغنضيف نص كاس ديال زريعة نوار الشمس. نص كاس ديال زريعة نوار الشمس، البذور اليقطين غادي نضيف غير شوية، تقريبا ربع كاس. من بعد غادي نضيف ربع كاس ديال شوية ديال البذور اليقطين، ونحرك هاد المقادير كلها بهذا الشكل هذا.
هذا هو الشكل ديالها اللي ما بغاش ملحه. ممكن اضافه ملعقه او جوج ملاعق كبار ديال العسل. دابا غنديرها في الطاوه. من بعد كناخذ واحد الطاوه كندير فيها ورق الزبده وكندهنها بالزيت وكنحط فيها هذا الخليط ديال البذور. الشكل ديالها رائع جدا جميل. من بعد كنسرح هذا الخليط على هذه الطاوله هادي يكون تقريبا السمك ديالو رقيق نص سنتيم تقريبا او اقل من سنتيم بهذا الشكل هذا. رائع جميل جدا. فكرة سهلة التحضير. بعد ما وزعته بواحد الشكل متساوي في الطوال الطبيعي على الشكل هذا كيجي النظر ديالو جميل جدا وكيجي مقرمش رائع. صافي كناخذو الفران كنشعلو من الفوق من التحت كيتحمر ضيا. رائع جدا جميل ما شاء الله. كنتمنى تعجبكم هذه الفكره هذه رائعه سهله التحضير. هذا هو الشكل ديال السناك المقرمش من بعد ما طب ما شاء الله. هذا هو الشكل ديال هاد البطور هاتو مطحونينش في الشكل ديالهم زعما قرنوش. رائع جدا كيتكسرو فقط بهاد الشكل ما شاء الله. هذا هو الشكل ديال النهائي طريفات مقرمشين رائعين جدا مغذي وصحي ما شاء الله. اللي بغا يكون يشد ليه مزيان يتقطع ممكن اضافة الزنجبيل المطحون او الشوفان المطحون. هو الى هنا كينتهي هذا الفيديو. شكرا للمشاهده وحسن المتابعه. الى فيديو اخر ان شاء الله فكره جديده.